نبقى في اليمن، حيث وصل مئات الجنود السودانيين إلى مدينة عدن جنوبي اليمن للمشاركة في عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين وقوات صالح. وأفاد مراسلنا أن نحو 400 عنصر من القوات السودانية وصلوا إلى قاعدة العند الجوية مدعومين بآليات عسكرية استعدادا للتوجه إلى تعز للمشاركة إلى جانب المقاومة الشعبية في المعارك الدائرة لاستعادة المدينة. وتعد هذه الدفعة هي الثالثة من الجنود السودانيين التي تصل اليمن بعد وصول دفعة أولى الشهر الماضي. وينضم إلينا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي للمزيد من التفاصيل. نبيل، ما هي آخر تطورات المعارك في دمت وأهم التفاصيل على الأرض بشكل عام؟ نعم خالد، في مدينة دمت هناك قصف عنيف للطيران إلى حول مدينة دمت لمحاولة احتواء الحوثيين باتجاه أو التقدم باتجاه مناطق مريس واتجاه كذلك محافظة الضالع. الحوثيون يحاولون التقدم بكل قوة ويحشدون كافة قوتهم بالتوصل إلى المناطق المحيطة بمحافظة الضالع واستعادتهم للمقاومة الشعبية، غير أن الاشتباكات لا زالت تدور حتى الآن، وباسم يحاول أن تحاول المقاومة الشعبية صد الحوثيين الذين وصلوا بتعزيزات يمن كبيرة للسيطرة على تلك المناطق. في المقابل كذلك سيطرت جماعة الحوثي على منطقة بني حجاج التابعة لمديرية جوان وهي تابعة لمحافظة الضالع بعد اشتباكات عنيفة سقط على إثرها سقنا وجرحى وقام بتسجيل عدد من المنازل المقاومة. في محافظة تعز وصلت الدفعة الثانية لقوات التحالف العربي إلى مدينة تعز لتعزيز جبهات القتال وبالتحديد في مناطق غرب تعز لمقاومة الحوثيين الذين حشدوا قوتهم إلى تلك المنطقة بعد أن كان شهود عيان بأن هناك تقدم بسيط للحوثيين في مدينة تعز. كذلك المعارك لا زالت على شدة حتى الآن في منطقة دبار التابعة كذلك لمحافظة تعز بعد أن حاولت المقاومة الشعبية والجيش الذي وصل هذا اليوم لقوات التحالف المسؤولين بالأباتشي السيطرة على معسكر العمري، غير أن الحوثيين أعادوا تلك القوة إلى نقطة العمري والتي تبعد حوالي 2 كيلومتر عن ذلك المعسكر في مدينة دبابة التابعة لمحافظة تعز. شكرا لمراسلنا نبيل اليوسفي، كنت معنا من عدن.